اهلا بحضراتكم من جديد. واحنا دايما بنتكلم عن مركز حراسه المرمى في نادي الاهلي ومنتخب مصر، هو مركز مهم جدا. ده مركز مهم جدا للكره المصريه، ابتدى سنه 34 في كاس العالم لما كان الكابتن مصطفى منصور هو حارس مرمى مصر وكان حارس مرمى النادي الاهلي. واحنا بنتكلم سنه 90 الكابتن احمد شوبير في كاس العالم 90 كان حارس مرمى النادي الاهلي وحارس منتخب مصر. وفي 2018 كان حارس مرمى منتخب مصر في كاس العالم كان محمد الشناوي. احنا النهارده ضيفي وضيفكم واحد من نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، هو موهبه. موهبه فعلا تستحق الاحترام، موهبه ان شاء الله هتظهر للنور، عنده شخصيه النادي الاهلي. واحد ان شاء الله زي ما احنا بنقول في النادي الاهلي في الفريق الاول الحمد لله ان احنا مطمنين على هذا المركز. عندنا محمد الشناوي افضل حارس في مصر وفي افريقيا، ايضا عندنا علي لطفي، عندنا مصطفى شوبير، وعندنا ايضا حمزه علاء هو الحارس الناشئ في فريق شباب النادي الاهلي اللي احنا شفنا في المباراه الاخيره اللي فاز فيها النادي الاهلي من شارع الدخان كان بيحرس مرمى النادي الاهلي. في البدايه برحب بيك يا كابتن حمزه. ازي حضرتك يا كابتن اسامه؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. ازي حضرتك في المقدمه دي؟ والله ده حاجه جميله جدا، يعني انا ما توقعتش كده خالص بصراحه. لا ده انت في قناه النادي الاهلي. بيتي والله، ربنا يخليك يا كابتن. قول لي بقى في البدايه كده، يعني بداياتك في النادي الاهلي. انا يعني انا يمكن رحت اختبرت في النادي الاهلي من زمان في حوالي 2009. كان اللي بيختبرني في النادي كابتن طارق سليمان وكابتن تامر الدسوقي. كان عندك كام سنه؟ 9 سنين؟ كان عندي 8. 8 سنين؟ 8 يعني كنت داخل على 9 سنين. انا بالنسبه لي انا بدات كوره في اكاديميه اسمها اكاديميه برشلونه. كنت بروح عادي اكاديميه زي اي اكاديميه موجوده دلوقتي. جيت في 2008 رحت اختبرت في النادي، كان يعني اجرب كده اشوف الدنيا فيها ايه. بعدين رحت كابتن طارق سليمان يعني شاف فيا حاجه كويسه، فكانت بدايه خير الحمد لله. وكانت من وقتها البدايه؟ كانت وقتها البدايه الحمد لله. كان بعد ما اختبرت كابتن طارق مضى على الاستماره، وكانت يعني كانت اول خطوه ليا جوه النادي الاهلي. مين بقى اللي مرنك في البدايه؟ اول مدرب حراس ليا في النادي الاهلي كان كابتن وجدان عزمي. كابتن وجدان يعني الله يمسيه بالخير، يمكن بقالي فتره ما قابلتوش بس ليه فضل عليا كبير جدا. كان هو حببني يعني في مركز حراسه المرمى. كان بيمرني انا ومصطفى شوبير واحمد طارق، وكان بيمرن كذا جون يعني في فرقه 2000 وال 2001. فهو كان ليه فضل كبير طبعا عليا وعلى مصطفى برضه، يعني هو اللي بدأ معانا يعني في النادي. كانت بداياتك وانت بتبتدي كان راسم لنفسك انك تبقى حارس مرمى، ولا كنت راسم نفسك لاعب، ولا بعد كده انت يعني جات ازاي في البدايه؟ انا اصلا كنت راسم نفسي لعيب كره يد. يد؟ انا قعدت فتره كبيره بلعب كره يد في نادي اليوبلس. يعني انا بعشق اللعبه دي بصراحه، حتى لحد دلوقتي بتفرج ما شاء الله مصر ومنتخب مصر مميز. لا وكمان الفريق دلوقتي ما شاء الله فيه ناس كتيره من نادي هليوبلس اعرفهم شخصيا، يعني واحد من اعز اصدقائي دلوقتي يعني بيشرفنا في فرنسا اسمه احمد هشام. يعني لا لعبه بصراحه انا شخصيا بحبها جدا، يعني هي في الاول كانت الهاندبول، وبعدين يعني فضلت العبها شويه مع الكوره، بس طبعا وصلت المرحله كان لازم اختار بقى خلاص. يعني مين اللي حول وجهه نظرك اللي بعد كده للكوره؟ لا هو انا كنت يعني انا كنت موجود بلعب اللعبتين مع بعض لحد مثلا 2013. في 2013 يعني كان خلاص بقى كان حبيت الكوره اكتر، غير ان حبيت الكوره كان خلاص يعني كان وصلت لمرحله في حياتي لازم اختار بقى، يعني اختار مستقبلي واشوف انا مصلحتي فين ويعني اللي فيه الخير ربنا يجيبه ان شاء الله. قول لي بقى